من أمام محطة القطار الرئيسية في مدينة باساو البافارية التحقت بحافلة دي دبليو، وسنبحث معا عما بقي من موجة اللجوء وثقافة الترحيب التي شهدتها المنطقة قبل عام ونصف. أخذتنا رحلة البحث إلى الحدود الألمانية النمساوية. أمامي ألمانيا وخلفي النمسا، وعلى هذا المعبر الحدودي بين البلدين كان في خريف 2015، أي في ذروة أزمة أو موجة اللاجئين التي جاءت إلى أوروبا، كان يعبر من هنا حوالي 1200 لاجئ يوميا يأتون إلى ألمانيا. تستقبلهم المدينة الحدودية فيكشايد ليعبروا بعدها إلى وجهات أخرى في ألمانيا. عمدة مدينة فيكشايد رافقنا إلى هذا المكان ليطلعنا على ذكرياته حول ذلك الخريف. سيادة العمدة، لقد شهدت في هذا المكان قبل عامين أياما استثنائية، هل يمكنك أن تصف لنا الوضع في ذلك الحين؟ في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر من ذلك العام قدم إلى فيكشايد أكثر من 60,000 لاجئ، وهذا بالطبع رقم كبير جدا. كان لتدفق اللاجئين في ذلك الحين وقع الكارثة، ولولا تطوع الكثيرين للمساعدة لما تمكنت بلدية فيكشايد من السيطرة على الوضع. اليوم وبعد مرور عامين على الأزمة أبدى رئيس بلدية المدينة رأيه بوضوح. أنا أتفهم الوضع الإنساني لكل شخص، ولكننا لا نستطيع إنقاذ العالم برمته لوحدنا. كما قرأنا بالأمس هناك 65 مليون لاجئ حول العالم، لا يمكننا استقبالهم جميعا. لم يبقى في فيكشايد اليوم سوى 5 عائلات من اللاجئين، إحداها عائلة الجمعة من سوريا. غفران ومحمود لجأ إلى ألمانيا قبل سنتين بحثا عن مستقبل أفضل لابنتيهما بعيدا عن الحرب، ويحاولان التعاطي مع الصعوبات المختلفة لحياتهم الجديدة. هلا أولادنا أكيد رح يكونوا مرتاحين أكثر منا، نظرا أنه أغلبيتهم إجوا لهون هن صغار، فاللغة أسهل عليهم، الحياة يمكن أسهل رح تكون عليهم، بس الضغط الأكبر هو للأهالي عم يكون أكثر، لأنهم يحاولوا يعملوا أي شيء مشان تكون الحياة مستقرة لبعدين. تأمين وضع مستقر يتطلب الاندماج في المجتمع، وهو ما يسعى محمود وغفران لتحقيقه بفضل مثابرتهما وبفضل ما يتلقيانه من دعم من قبل متطوعين أصبح بعضهم في مرتبة الأصدقاء بالنسبة للعائلة، مثل ماغي لويز إكهاد التي رافقتنا في هذه الزيارة. وحده التعامل السياسيين الألمان مع ملف اللاجئين ما زال غير مفهوم بالنسبة لهما. أنا بدي أسأل السياسيين تبع ألمانيا، نحن لاجئين ولا نحن شو؟ أنا لهلأ ماني فهمان الموضوع. إذا نحن بدنا نندمج فنحن بما معناته أنه رح نصير مثل ما بيقولوا ألمان، فمعناته نحن ما لنا لاجئين. يعني نحن نحاول نكون أشخاص مثلنا مثل أي حدا تاني، أنه شغل لغات حياة مستقرة هيك، بس أنه لاجئين فلاجئين هنا لفترة وراجعين، وهذا طبعا صعب. صار حان الموعد اليومي لإحضار ابنتيهما من المدرسة. على الأقل هنا في عالم الأطفال لا فرق بين لاجئ ومواطن، وبرغم الضغط الكبير الذي تعيش تحته هذه العائلة تمشي بثقة نحو مستقبل مستقر لها في بلدها الجديد.